The pros and cons of a mail carrier. On one hand, mail carriers walk all day and get a lot of exercise. They also speak to a lot of people. On the other hand, the mail bag is very heavy and can give some mail carriers a backache. Another bad thing is that they wake up very early المميزات والعيوب لساعي البريد: من ناحية، سعاة البريد يمشون طوال اليوم ويحصلوا على كثير من التمارين، هم أيضا يتكلموا إلى كثير من الأشخاص. من الناحية الأخرى الحقيبة البريدية تكون ثقيلة جدا ويمكنها أن تعطي بعض سعات البريد ألم في الظهر الشيء السيء الآخر يكون أنهم يستيقظوا مبكرا جدا